السلام عليكم. انا عايز اهني كل اخوات المسلمين بشهر رمضان الكريم، كل سنه طيبين. وكنت حابب ان انا اشكر كل مؤسسي ومشرفي ومشترك قناه الاجيال الاندلس على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه معانا، وعلى ان هم بيوصلوا طلباتنا واصواتنا للوزير وكل اللي احنا عايزينه، يعني شبه بيتحقق. بس انا كان ليا رساله للسيد الدكتور وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي. انا حضرتك كنت عايز اوضح لحضرتك رساله، بس انا من محافظه بني سويف تبع اداره الاناث التعليميه في قريه اسمها قريه الشباب. احنا حضرتك عندنا الكهرباء بتقطع، يعني بتقطع في اليوم 3 ولا 4 مرات. يعني حضرتك ده حرام. انا اصل ابويا ما يقعدش يصرف طول الشهر ويشتغل ويتعب ويشقى واجي في الاخر اشيل الملحق عشان خاطر الكهرباء فصلت، يعني ليه ده يبقى حرام حضرتك؟ يعني حضرتك يوم امتحان التجريبي الكهرباء قطع عندنا، وكلنا يعني جبنا الواي فاي وبالعافيه، يعني جبنا الواي فاي ركبناه في بيوتنا، وبعد كده نيجي نستخدم الامتحان نلاقي الكهرباء قطع، ما نعرفش نخش على الامتحان. يعني هنشحن واي فاي ولا نروح نشحن كروت؟ يعني كل واحد حالته على قد. يعني انا قدرت اجيب واي فاي، غيري مش هيقدر يجي. انت حضرتك بتعمل فينا كده ليه؟ يعني احنا في تجارب، يعني احنا على فكرة احنا دفعة كويسة، واحنا على فكرة في اول سنة شباب ليه، يعني اول سنة تتحسب لينا في سن الشباب. 2020 بدأت بحرب عالمية واعاصير، وادينا دلوقتي في كورونا مش عارفين نخرج منه. يعني حضرتك ده حرام اللي بيحصل فينا ده، احنا عايزين يبقى لنا مستقبل. وزي ما قال زميلنا بتاع احنا مش ضد التطوير، على فكرة احنا مش ضد التطوير، احنا بنحب التطوير، بس التطوير يبقى صح حضرتك. السنة ما اقعدش انا بذاكر واتعب طول السنة واجي في الاخر اشيل مادة عشان خاطر الكهرباء فصلت، ده يبقى حرام حضرتك. يعني وبعدين انت حضرتك لغيت امتحانات تالت اعدادي اللي هي اساسا شهاده اللي هي بتحدد مصير الانسان، سواء يخش ثانويه فنيه ولا يخش ثانوي عام. حضرتك بقى عملت له بحث وقلت ان انت هتقيم على البحث وتعمل لي بحث، تمام؟ مع ان البحث حضرتك هيبقى معايا انا احسن ما يبقى مع تالت اعدادي اللي انت حضرتك هتحكم على مصير الواحد فيهم. سواء تالت اعدادي دي المفروض يعني كليه وامتحان، عشان تالتة دي يعني بتحدد مصيره. كزميلي قال دلوقتي ليه هيشوف هيخش ايه، على حسب يعني واحد يعني ربنا ما كرموش او حصل حاجه في تصحيحه الترم الاول يعرف يعوض الترم الثاني، لكن يجي يكون بحث فيعوض ازاي في البحث؟ وانا حضرتك ممكن اكون شاطر وجايب درجه حلوه في الترم الاولاني، وتيجي في الترم الثاني تحكم عليا ان انا اخش ثانوي فني من خلال البحث؟ طب انا اسلوبي وحش في الكتابه، ماشي اسلوبي وحش في البحث، انا حرام يعني كده؟ انا بقى انا اولى ثانوي بقى من حقي ان انا بحث عادي، انا سنه نقل، سواء حضرتك حكمت عليا باني بحث حلو وبحث وحش، تمام؟ انا نقل، يعني هتنقل من سنه لسنه. وانت حضرتك يعني قلت ما تقلقوش وما تقلقوش، احنا دخلنا على الامتحان التجريبي، الامتحان التجريبي والنت فصل، يعني النت فصل تمام، بس الامتحان التجريبي انا كنت بقدر اخش على الامتحان تاني وكهربا برضه الامتحان تاني. والمنظومه كانت ساقطه. انا حضرتك قعدت من الساعه 10 و3 دقايق لحد الساعه 11 42 دقيقه مش عارف اخش على الامتحان. كل ما اخش يجيب لي رقم 504 كده ظهر فوق ويقول لي حول يجيب لي اخر صفحه بتاعت الامتحان، افضل اخش عليها وبخش على الامتحان اكتر من 10 مرات وفي الاخر ما اعرفش ادخل كمان. وحضرتك اما ايه جاي ادوس بدايه، يعني انا دلوقتي جاي ادوس بدايه يقعد اكتر من 10 دقايق عشان يبدا، وفي الاخر ما بداش وعدت تاني ودخلت بيانات من تاني. حضرتك احنا مش متضايقين خالص، ده امتحان تجريبي. وحضرتك ده انت في الامتحان التجريبي في ناس ما دخلتش الامتحان، قالت ده امتحان تجريبي مش ضروري ادخل كده، لكن انت في امتحان نهائي يعني كله هيدخل. يعني احنا اللي خلى في ناس ما دخلتش والنت والمنظومه عملت معانا كده، امال لو كله دخل بقى المنظومه هتعمل ايه مع حضرتك؟ هتعمل معانا ايه دلوقتي يعني؟ طب يعني انا عايز افهم حاجه لو سمحت، يعني انا امتحان الاربع جاي، انا مش عارف انا امتحن في البيت همتحن في المدرسه، وخايف امتحن في البيت الكهرباء تقطع عليا. طب في التجريبي الكهرباء قطعت عادي مش هقول حاجه، لكن الكهرباء تقطع وانا في امتحان في امتحان النهائي، طب ازاي؟ طيب يعني الكهرباء قطعت دلوقتي انا في النهائي، خلاص هضيع الامتحان يبدا معايا بسبب ان الكهرباء قطعت؟ انا خلاص كده بقى شلت ماده بقى واروح افرح ابويا بقى اقول له افرح يا حاج ابنك شال ماده الكهرباء. فانت حضرتك ده حرام 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 ده، يعني احنا في شهر رمضان يعني حضرتك ده حرام.